السلام عليكم متابعي الاعزاء ومرحبا بالمتابعين الجدد. عندي لكم واحد طريقه غزاله لجميع انواع الدواجن بصفه عامه، يعني الدجاج بيبي ممكن نعملوها غير الفخيطات وحده وندخلوها الفوق، يمكن لينا نعملوها غير الجني واحد. المهم ترقيده عامه كيف ما قلت لجميع انواع الطيور، ممكن نعملوها حتى للحميمات اللي كانوا عندنا، ممكن للسمان. غادي نحتاجو على بركة الله في المقادير، غنحتاجو الدجاجة كيفما تتكون تشوفو معايا تكون مغسولة ومنقية بشكل جيد. بالنسبة لي أنا عطيت قياس ديال الدجاجة، يمكن السيدة تضاعف المقادير على حساب الرغبة ديالها وعدد الأفراد الأسرة ديالها. غادي نحتاجو نشا أو مايزينا، نحتاجو سكر سنيدة، عندنا الموطارد، خل التفاح او الخل الابيض من الاحسن لان الخل الاخر كيكون قاسح شويه وتيهري لينا الدجاج. ابزار من الاحسن يكون الابزار الابيض. بالنسبه عندي بصل بودره، عندي سكينجبير الا كان طري من الاحسن، عندي صلصة الصوجة من الأحسن تكون عاقدة، كذلك عندي الزعتر، عندي البازيليك أو الحبق، كيف ما قلت سكينجبير، عندي ثوم بودرة. هادو هما المكونات. غادي نمرو بالطريقة، غادي نعمل سنيدة عندي صلصة الصوجة، من الأحسن تكون عاقدة، هذا شوية الإبزار، شوية سكينجبير، سكينجبير تيشكر الدجاج، إذا خصنا نطيرو منو. نعمل توم بودرة، نعمل البصل بودرة، غادي نعمل شوية ديال البازيليك، الخل، نعمل قليل ديال المطر، غادي ندير نشا، نشا تقريبا هي ملعقة كبيرة باش تعقد لينا الخليط، و اون بليس كو سا تتأبسوربي السوائل حتى كيما تنعرفو هي ولا الدقيق. غادي ندير هكا طاس ديال الما، غادي نخلطو مزيان، نسيب من هنا
الان غادي نعملها على النار تقريبا شي 5 دقائق. السيده عينها ميزانها بين ما تهلت المكونات مع بعضياتها وبدات الخلطه شويه تتعقد لينا. بالنسبه للخارج ديالنا هذه هي لا تيكستور ديالو من بعد ما دويناه على النار غير تيبدا يعقد لينا شي شويه. تنزولو على النار وهو سخيخن تنضيفوه للخليط ديال الدجاج. الريحه ديال الاعشاب طالعه غزاله من الخليط. غادي نحاولو المارينيه مزيان الدجاج كامله في قطع كامله باش تشرب لينا الطقيجه. شوفوا معايا تنتمنى الصوره تكون واضحه. وغادي نخلي هكا ماريني غادي نغلق عليه وغادي نحطو في الثلاجه حتى الحين استعمال. باغ اكزومبل بغيت نخشيه في الفور فيكفي اني نهزو ونعملو في المو ديال الفور وملي بدا يطيب هذيك لاصوص اللي تيخرج هي اللي نبقى نسقي بها ممكن نعمل حتى الدجاجه كامله ماشي مشكل. لا ممكن فخيطاج ممكن غير جني وحاد مهم صالح الاستعمال كيف ما قلت لك. الان غادي نخليها في الثلاجه تمارينا على خاطر ديالها. هاي الصوره عن قرب ديال المارينا ديال الدجاج. تتمنى الصوره تكون واضحه واللي عنده اي تساؤل مرحبا به يتركوا لي اسفل الفيديو وما تبخلوش عليا بزر الاشتراك والجيم. ومرحبا بكم مره اخرى عندي في القناه ديالي وشكرا لتتبعكم الحلقه ديال اليوم. ان شاء الله نتلاقاو في حلقه من حلقات شيوات لالا بوتينا.